وينضم الينا من دير الزور محافظ دير الزور الاستاذ محمد ابراهيم سمره. سيد محمد اهلا بكم، اخر المعطيات الميدانيه لديك حتى هذه اللحظه من فضلك. مساء الخير لكم وللعاملين بقاعات الميادين. الحقيقه بالنسبه ل منذ ايام تتجه انظار اهلنا في دير الزور المحاصره باتجاه طلائع الجيش العربي السوري والقوات الرديفي التي تحضر من اكثر، اتجهت الى دير الزور من اكثر من محور، في محور السخني تدمر، وفي محور اخر من جنوب شرق الرقه بقياده العميد سهيل حسن والقوات الرديفه وصديقه معه. وحاليا القوات اصبحت على بعد حوالي 3.5 ل 4 كيلومتر عن الفوج 137. الحقيقه تسرد هذه القوات الطيران الحربي الروسي والسوري، وتم استهداف مواقع داعش في هذه المناطق التي يتواجد بها طلائع الجيش العربي السوري، وتم تدمير العديد من مقراتهم سواء كان بالنسبه لعبوات ناسفه او بالنسبه لمستودعات ذخيره ومقرات قياده. كل هذه الامور ادت الى نتائج ايجابيه وسرعه في وصول القوات التي حضرت من جنوب شرق الرقه باتجاه دير الزور، اضافه الى محاور اخرى، محور حميمي ومحور ايضا ابو كمال ومحور جباجب تدمر كما اسلفنا. طيب الوتيره على سرعتها؟ نعم نعم، لا تزال الوتيره على سرعتها منذ يومين حتى هذه اللحظه، الوتيره متسارعه؟ نعم، البارحه كانت المسافه حوالي 18 الى 20 كيلومتر، اليوم المسافه ما بين 3 و5 كيلومتر فقط تبعد، يعني تحصل للقوات التي حضرت بقياده العميد سهيل حسن وقوات النظام التي حضرت معه، بضرب عن الفوج النقطه العسكريه تمركز بها الفوج 137، هناك المسافه بحدود 3.5 الى 4 كيلومتر فقط. يعني طيب. ساعات قليلة إن شاء الله يتم التقاء القوات الموجودة داخل مدينة دير الزور والتي دافعت عن هذه المدينة لأكثر من 3 سنوات، فترة حصار داعش في هذه المدينة لأهلنا وللجميع، ولقد أبلت القوات المسلحة بلاء حسنا طبعا بالتعاون مع جميع فئات الشعب في داخل مدينة دير الزور الذين قدموا الكثير، قدموا الشهداء وقدموا الجرحى وعانوا من حصار وقلة مواد. ورغم كل هذه الأمور صمد أهلنا بدير الزور وأن فرحتهم عارمة وكبيرة، وبانتظار نصر كبير الذي سيعلن إن شاء الله خلال ساعات. طيب. طبعا قد تتجه القوات باتجاه جبال السردة، جبال السردة التي هي تعتبر مفتاح فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري المحاصر مع حي هرابش والجفرة، ومن ثم سيتم الامتداد إلى بقية الأحياء لتحرير كافة الأحياء حول مدينة دير الزور التي تحاصرها التنظيمات الإرهابية. ولقد طبعا تكبدت خسائر كبيره بالارواح والعتاد تنظيم داعش الارهابي سواء كان من قبل القوات المتمركزه على محيط دير الزور وفي كل نقطه من النقاط تدافع عن ارض المدينه وعن اهلنا في المدينه، اضافه للقوات القادمه حاليا والتي تقوم حاليا هي بمنطقه السلط الزفته، وهناك يتم فتح ثغرات بالنسبه للمناطق التي زرع بها الالغام من قبل التنظيمات الارهابيه، والوتيره الجيش هي الحقيقه متسارعه جدا. طيب. باتجاه الفوج 37 وباتجاه اهلنا داخل مدينه. استاذ محمد، مهم هذا الكلام، هل من احصاء لعدد الدواعش في داخل مدينه دير الزور حتى هذه اللحظه وعدد القتلى ايضا؟ طبعا بالنسبه للقتلى يعني تقدر بحوالي 100 قتيل بالنسبه للبارحه واليوم بالنسبه لمدينه من خلال الضربات الجويه، اما بالنسبه لعرض المعركه هناك لا يوجد عدد دقيق في هذا المجال، انما قواتنا متقدمه وانها تحارب على اكثر من محور بالنسبه باتجاه كما قلنا باتجاه الفوج 137، وهناك مقاومه عنيفه حاليا من قبل تنظيم داعش. اما النسبه القسم الاكبر حوالي 50% او 60% من المدينه هي مع تنظيم داعش الارهابيه بالنسبه لمدينه دير الزور، فهناك من هرب وهناك من يحصل مواقعه، يعني حسب المجموعات الموجوده وحسب تابعيتها عموما. يعني طيب هل يمكن لداعش ان يفر او يهرب من المدينه ام انه لا يمكن هذا على الاطلاق؟ لا طبعا بالنسبه للمدينه، يعني في المدينه جزء، نحن المدينه الحاليه الموجوده تحت سيطره الجيش العربي السوري حوالي 40% 45%، اما الاتجاه الثاني الامور مفتوحه باتجاه طريق الصوره، باتجاه طريق الميادين، باتجاه البوكمال مفتوحه باتجاه الخارج، يعني اذا ارادوا الهروب ولو لبعض الوقت يمكنهم ذلك يعني.
يمكنه، لان المنطقه مفتوحه باكثر من اتجاه بالجزء الذي يسيطرون عليه من احياء المدينه، حي العرفي والعرضي والشرياسي والحميديه، هذه الامور ايضا بقسم طيب. اخر من المدينه. نعم. طيب ماذا عن المدنيين في داخل المدينه؟ بالنسبه لاهل المدنيين، طبعا المدنيين موجودين في الاحياء الامنه التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري موجودون، ويعيشون حياتهم الطبيعيه في مؤسساتهم، في معاملهم، في دوائرهم بشكل طبيعي، وايضا يؤمن لهم المواد الضروريه من نسيج مواد اغاثيه ومواد غذائيه، اضافه لماده الخبز، اضافه ايضا من نسيج المواد الضروريه جدا، من خلال طبعا فرع الهلال الاحمر العربي السوري، وايضا باشراف مباشر من قبلي انا كرئيس اغاثه في دير الزور، ويتم ايضا احضار ايضا المواد الضروريه من خلال الفتحات الامل للجو، من خلال الحوامي يتم احضار بعض المواد. طبعا عانى معنا اهلنا، ولكن هم املهم بالله كبير وان النصر سيكون قريبا، وهم متاهبون منذ مساء البارحه في شوارع دير الزور متواجدين لاستقبال الجيش العربي السوري ولإعلان ساعات النصر إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة. نعم، محمد إبراهيم سمرة محافظ دير الزور، كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.